يواصل الشارع الفلسطيني حراكه الشعبي الداعم للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضد الإجراءات القمعية والتنكيلية التي يتعرض لها الأسرى، وتحديداً منذ 7 أكتوبر بشكل لافت. هنا في مدينة طولكرم وبالتزامن مع وقفة مماثلة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، يتظاهر العشرات أمام مقر الصليب الأحمر بهدف الضغط على المؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة دورها الفاعل والحقيقي بالانتصار للأسرى الفلسطينيين على واقع الشهادات المستمرة بحجم الترويع والتنكيل والاعتداء والضرب وسياسات الإهمال الطبي. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وفق إحصائية نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 9835 فلسطينيا، آخرهم كان خلال حملة اعتقالات صباح هذا اليوم تركزت في مدن الخليل وبيت لحم، وكذلك أيضا في مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 25 فلسطينيا، بينهم عدد من الأسرى المحررين وبينهم عدد من المصابين. السيد إياد جراد، أمين سر حركة فتح، كيف تقرأ هذا الحراك الشعبي هنا في طولكرم وبالتزامن مع جنين، وما أهمية هذا الحراك؟ يعني ولا هذا الحراك اللي احنا دائما يعني نبني عليه في كل الفعاليات وقوة الحي في محافظة طولكرم، الشارع الكرمي اللي احنا كل ثلاثاء وكل فعاليات على مدار يعني الأشهر الماضية والقادمة، لابد أن يكون في تسليط ضوء يعني بشكل كامل وتكاتف كل الجهود بشكل تكون الضفة الغربية يعني تضامنا ووقفة جدية وحقيقية يعني مع أسران ومع حركة الأسيرة مع قطاع غزة الذي يعني فعلا ننكر فيهم وبادة جماعية وحقيقية بشكل كامل، اللي يحصل بسجون غير مسبوك يعني كنت نامو جديد ابو غريب جديد الى كان في البستلات جديده يعني يمارس على كل اخوتنا وعلى الحركه الاسيره بشيء يعني بشع ولا انساني وشيء مخيف ومرعب. احنا شفنا اللي يعني قله الاكل وقله الاضاءه وقله السكن وقله يعني حتى الغطاء وكل يعني مكومات بالاتفاقيات لمكومات الحياة داخل السجون مفقودة بشكل كامل، ناهيك عن الضرب حتى أخيرا أنه حتى ما سمحوا للمحامين يعني زيارة الأسرة إلى أي أسير بيطلع للمحامي من ساعة ما يطلع على الغرفة لحد غرفة المحامي أصبح ينكل فيه ويكون معصب بإيديه وبجريه ومعصب عينيه، وكذلك حتى المحامين أصبح المضايقات عليهم بشكل مخيف وكبير. شكرا جزيلا لك. هذا بطبيعة الحال التخوف الأكبر بالنسبة للمؤسسات الفلسطينية لأهالي الأسرى بأن الاحتلال يمارس تحت غطاء حرب الإبادة جرائم متعددة وانتهاكات متكررة بحق الأسرى الفلسطينيين والحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما يتطلب حراكا شعبيا، ضغطا رسميا من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكذلك أيضا حراكا دوليا لوقف ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال. خالد بدير، قناة الغد، طولكرم، فلسطين.